الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بحضراتكم جميعا على منصة منتدى دلتا بيت لتبادل الثقات في اللقاء العلمي الرابع على التوالي، واللي بيشرفنا فيه النهاردة الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور كامل أبو العزم، أستاذ أمراض الدواجن لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، واللي جاء خصيصا من مدينه المنصوره علشان يكون معانا النهارده في هذا اللقاء اللي يعني بشوفه انه هيكون متميز جدا بعون الله تعالى، لان سيادته هيتناول فيه موضوع مهم قوي وهو العوامل التي تؤثر على فشل التحصيل في مزارع الدواجن، وقد ايه هذا الموضوع من المواضيع اللي بتتسبب في تسائل اقتصاديه كبيره جدا للساده المربين. يعني انا على ثقه تامه من انه هيكون الموضوع مفيد لحضراتكم، فيعني بدعوكم للاستماع الى دكتور كامل ابو العزم، ولو في اي اسئله يا ريت نجهزها، يا اما نكتبها على الشات او نجهزها على الشات، هيكون في يعني ديسكشن او يعني حوار بيننا وبين الدكتور كامل بعد محاضره سيادته علشان نساله كل الاسئله اللي احنا يمكن يعني او اي استفسار ممكن حضراتكم تشوفوه. شكرا لحضراتكم، وادعوكم للاستماع والاستمتاع بمحاضره الاستاذ الدكتور كامل ابو العزم. اتفضل. شكرا دكتور طه. طبعا انا بشكر دكتور طه، بشكر شركه دلتا بيت على تنظيم هذا اللقاء. بالنسبه للجمعيه انا مش عارف اقدر اشكرها ولا لا، لان انا عضو في مجلس الاداره، فانا بس بثني على الجمعيه انها فعلا بدات تعمل نشاط جيد جدا للسنه الثانيه على التوالي. باسم جامعه المنصوره انا بمثلها باذن الله اخر شريحه هنقدم لكم حاجه جديده جدا تهمكم في هذا المضمار، مضمار فشل التحصينات، جديدة على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وكلمة الدولي جديدة. إحنا هنتناول فشل التحصينات، كل الناس بتتكلم على أن فشل التحصين وبس، لا أنا بحب أقسمها نقطتين، فشل تام من التحصين أو ضعف فعالية أو كفاءة التحصين. ضعف الفعالية يعني التحصين شغال بس المفروض ان انا باخد 85%، لما اخد 60% او 70% او 50% وحش، بس هناك اسباب، ما اقدرش اقول ان التحصيل فشل 100%، بقول ان هو ضعيف ولا يصح. هناخد اول شريحه في الموضوع ده، اسباب فشل التحصينات. ماشي، نقلب الشريحه. لا لتحت. ايوه. أسباب فشل التحصينات. أسباب فشل التحصينات أولاً الموضوع ده ممكن يخلص في كلمتين، وممكن نتناوله بصورة مستفيضة. هنتناوله بصورة مستفيضة، هنخش في بعض الحاجات، ولكن ما أرجو إن ما حدش يتضايق. فشل التحصين ده بيبدأ من بداية من اختيار الماستر سيد فيروس، أو نسميها سيد بذور سلالات الفيروس أو البكتيريا اللي إحنا بنشتغل بيها. مش أي عطرة أنا بعتلها تنفع تبقى لقاح. الشركات بتتعب جامد جدا في اختيار العطرة. العطرة دي أولا ولازم استخدام العطرة هم حوالي 15 نقطة، احنا هناخد أول ثلاث نقط مع بعض، اللي هو اختيار سيد بذور سلالات الفيروس أو الماستر سيد، استخدام العطرات لو كانت كود اميونولوجيك او بتنتج مناعه كويسه او مناعه ضعيفه، او ان احنا محضرين اللقاح او بطريقه سليمه او في عيب في تحضير اللقاح. الثلاث نقط دول هناخدهم في الشريحه التاليه. لا ايوه لا هي اللي فاتت. ايوه لا 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 انا اسف ان الكمبيوتر بتاعي فيه عطل، فهو شغال من الكمبيوتر بتاعه، فتستحملونا شويه. عشان اخد efficient and safe vaccine، لقاح امن وفعال، لازم يبقى highly immunogenic strain اللي انا بستخدمها، عطره بتديني مناعه قويه. هل كل الاسوتا زي بعضها؟ لا. هل كل الهيتشنر زي بعضه؟ لا. ثانيا المناعه، العطرات اللي بتنتج مناعه كويسه ممكن اثناء التمرير بتاعها بنفقد جزء من المناعة، انتاجها للمناعة من كثرة تمريرها في البيض، بيحصل ايه؟ ان احنا بنفقد خاصية انتاج المناعة، فبالتالي لازم ان احنا نختبرها كل فترة. هل الكلام ده كلامي؟
لا ده كلام العلم من زمان، وهوريكم الشريحه اللي بعدها لما تيجي، ان كتاب الامم المتحده من هو بتاع الفاو اللي هو نيوكاسل ديزيز فاكسينز من سنه 78 بياكد على النقطه دي، البيور سترين، ان انا لازم لما استخدم عترات بيور لا فيها كونتامينيشن، ومش هنتكلم على الكونتامينيشن دلوقتي هنسيبه بعدين. كونتامينيشن يعني ملوثه بحاجات بتضعف المناعه زي الشيكن انيميا والريو، دي هنسيبها بعدين. لكن انتوا عارفين كويس قوي ان احنا لما جينا نحضر الكولون جبنا اللاسوتا حطيناها على الطبق بتاع الزرع النسيجي، واخدنا البوك اللي زي بعضها وانتخبنا منها، وعشان كده طلعنا الكلونينج بيديني مناعه زي اللاسوتا ورد الفعل بتاعه ضعيف زي الهيتشنر. يبقى بالتالي البيور سترين دي مهمه جدا. ومالتبلاي تو هاي تايتل في سواء في الخلايا الزرع النسيجي او في البيض. احنا لما بنيجي ننمي اللقاح سواء حتى على البكتيريا لما بنيجي ننميها لازم يبقى عندي تركيز عالي من الفيروس، تركيز عالي من البكتيريا، والا هحضر اللقاح ازاي؟ ده انا بفقد جزء من اللقاح او من التركيز بتاعه اثناء عمليات التحضير المتتاليه. طيب لو انا بادئ بعتره ضعيفه ما بتنموش يبقى ايه اللي هيحصل؟ وعشان كده لما بنيجي نحضر لقاح للانفلونزا اتش 5 او اتش 7 هي بتموت البيض بسرعه وما بتدينيش تتر كويس، فبنعمل جين اكسبريشن عشان نقدر نخليها تنمو بدرجه عاليه في البيض وتنتج كميه كافيه من الانشن يصلح لتحضير اللقاح. نفس الوضع بالنسبه للنيوكاسل جينوتايب 7. مش عارف، بعض الشركات بتقول لا هي نجحت انها تاخد الجينوتايب 7 اللي هو الهايلي باثوجينيك وتحقنه في البيض الليمتد دايليوشن وتدي تتر عالي من الفيروس يصلح للاستخدام. بامانه انا زي الناس القدام، وانتم شايفين ان انا خالع سنه وبدات شعري ابيض كله، احب ان انا ما استخدمش العطرات شديده الضراوه في تحضير اللقاح، لان افري ناو اند ذن بيطلع تلوث في اللقاح، ممكن التلوث خارج العبوه، ممكن في الكرتونه اللي طالعه من المصنع، ممكن جوه اللقاح ذات نفسه، وبيحصل عدوى باللقاح. فهنا ما بحبش استخدم الفيروسات الشديده الضرر. روتين ماكسيم انفكتيفيتي تو بيرد يعني ايه؟ انا حضرت لقاح بمرره في البيض، لما بيتمرر في البيض لفتره كبيره بيحصل له ادابتيشن اللي هو بالعربي تاقلم على البيض، وممكن يفقد خاصيه المالتيبليكيشن او الانفكتيفيتي بتاعته في التشيكن. طب انا هعمل بيه ايه؟ هيبقى عندي لقاح وكويس اجي اديه في الفراخ لن يتكاثر، يبقى ما ينفعش. كل ده بيجري داخل المصانع، وبامانه الحاجات المستورده بتعاير. انا مش في وحده المعايره، وبالتالي مش هتكلم عن المعايره، لكن ده موضوع مهم جدا، بتتعاير بامانه ولا يسمح باي لقاح ملوث او غير صالح لدخول مصر. ودي حاجة جيدة يجب ان احنا نحسبها للجهات المسؤولة. Improper formulation للقاح، ان احنا اثناء التحضير ممكن ما بتحضروش بطريقة سليمة، وهنشوف ليه دلوقتي، بتأثر على نتائج اللقاح. الشريحة اللي بعدها اللي هي موجودة دلوقتي قبالكم دي انا مصورها تصوير بالموبايل بتاعي من كتاب الفاو، وحاطط لكم التاريخ. هتلاقيه ان هو بيقول لك اولا السيد فاست فيروس الماستر سيد القديمه كانت قبل ما نعرف ان الاس بي اف نحافظ عليه، كان الشيكن انيميا موجوده واحنا ما نعرفش، كان الريو موجود واحنا ما نعرفش، ففي تلوث في بعض الماستر سيد. ثانيا موجود هنا نفس النقطة اللي أنا بقول عليها، إنك لما تتمرر كتير في البيض أو على الزرع النسيجي ممكن تفقد خاصية إن الفيروس يبقى عندك وبيتكاثر بس ما يديش مناعة كويسة. وعشان كده مش كل اللاسوتا زي بعضها، مش كل الانشرا زي بعض، قريبين قوي بس في فروقات. الشريحة اللي بعدها هنخش بقى على النقطة الأخيرة اللي هو الامبروبر فورميليشن اللي عليها العلامات الحمراء ديت. Improper formulation للفاكسين. ممكن الشريحة اللي بعدها تسمع.
improper formulation of vaccine. أنا أحب بس أوريكم حاجة. معلش أنا فقدت التتبع معاه بس أرجع لك. ماشي. improper formulation. حضرتك بتشتري أمبولة اللقاح وفي ناس بتقول لك نحضر لقاح لما بيبقى اللقاح ضعيف يقول لك استخدم جرعة مضاعفة وما تقلقش، لا لازم تقلق. أنا مديكم مثال في اللاسوتا أو الهيلشمر الحد الأدنى المسموح به لكل طائر 10^6 يعني 1,000,000 وحدة امبريو انفكتيف دوز 50. لو أنا الأمبولة جاية لي 10^5 علشان أوصل اللي هي 1 وقبلها 5 أصفار عشان أزود الصفر السادس بضرب في 10، يعني لو عندي لوغاريتم 1 ناقص مفروض أحط 10 أمبولات بدل الواحدة. لو أنا حطيت أمبولتين أنا برفع اللوج بدل 10^5 هتخليه 10^5 وكسور تقرب من 2/10، يبقى أنا ما عملتش حاجة. الحاجة الثانية في دوز ريسبونس ريليشن شيب، كل ما كان اللقاح أكفأ كل ما كان الفعالية بتاعته أكتر، ولكن نخلي بالنا ان بعض اللقاحات لو زودتها قوي زي الاي ال تي او الجدري بتعمل رد فعل سيء قد يصل للاصابات. الان اديكويت بروسيدجر او الاديكويت بروسيدجر المفروض تتعمل في المصانع مش هنتكلم عليها، والستاندر بروسيدجر اوف فاكسين فورميوليشن ده شغل بتوع المصانع، ويا ريت الجمعيه مع الدكتور حامد البنا شركه دلتا بيت ينظموا حاجه للنقط دي. وازاي اللقاح بيتحضر؟ لا 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 ايوه الكوز اوف فاكسين فيلير اللي هو النقطه اللي احنا قلنا شويه، وباقي استخدام لقاحات ملوثه بعترات ممرضه. زي ما انا قلت لكم ان يحبس ان احنا لما نيجي نحضر لقاح ما حضرش من عترة نيوكاسل جينوتايب 7 متاخدة من الحقل بمررها في البيض من غير ما اعمل لها اتنيويشن او جين اكسبريشن واروح جاي مديها لك، ممكن يحصل تلوث وتحصل اصابات. وهنتكلم على مثبطات المناعة فيما بعد باستفاضة باستفاضة. استخدام لقاحات تلفة، شوف بس شرح لي ماشي اللي بعدها لو سمحت. ايوه ده من كتاب الديزيز اوف بولتري بتاعنا، الكتاب العظيم العالمي اللي هو اخر طبعتين، واحده الدكتور يحيى سيف كان من الدوتيريال، الثانيه كانت ديفيد سوان اللي هي النسخه 13. النسخه 13 هنا بياكد لك ان بعض الاس بي اف اللي موجوده على المستوى العالم every now and then بيظهر فيها اجسام مناعيه للانيميا، يبقى معنى كده ان حتى في الاس بي اف ممكن تحصل اصابات. ما حدش يقول لك انا شغال بالاس بي اف وما بيختبروش، لا ده لازم بيختبر دوريا علشان اتلاشى الامراض اللي بتتنقل عن طريق البيضه زي الانيميا زي الريو زي الادينو زي الليكوزيس زي المرك زي الريتيكلو اندوثيليوزيس. الحاجات دي كلها لما بتنزل في البيضه بتنزل في اللقاح وبتبقى سيئه جدا. اللي بعدها لو سمحت. احنا اتكلمنا على استخدام لقاحات تلفه، وهقول لكم ايه اللي بيتلفها واتلاف اللقاحات ونتيجه لضعف فعاليه او كفاءه التطعيم او التحصين. ضعف فعاليه او كفاءه التطعيم دي هنتكلم فيها فيما بعد، بس ليه رجاء الانبوله لما يبقى مكتوب عليها تدي 0.5 سم يبقى لازم تدي 0.5 سم بالذات في الميت. ما ينفعش ان انا اقول لا انا هدي 3/10 في عمر صغير، حضرتك قللت جرعه الفيروس المطلوبه. ما ينفعش ال 1000 جرعه بتاعه اللاسوتا اديها ل 1500 اقول اصل انا عندي 1400، ما ينفعش اطلاقا. ما ينفعش وانا بحقن الميت بالذات في الايام الاولى ابص الاقي الكتاكيت كلها ملوثه باللقاح وتقول لي اصله طرد شويه، انت حقن 3/10 في بعض اللقاحات، لما يطرد شويه هو بيطرد 1/10 2/10، ايه اللي باقي له؟ يبقى احنا هنا ممكن ان احنا بنضعف فعاليه او كفاءه اللقاح بايدينا، وفي بعض الحاجات اللي بتثبط الجهاز المناعي وبنعملها بايدينا لما نجي لها هنقول عليها. اتلاف اللقاحات
دي نقطة حساسة جدا ومهمة جدا. أولا اتلاف اللقاحات أثناء التجفيف اللي هو اللي احنا بنسميه الفريز دراينج، اتلاف اللقاحات أثناء الفريز دراينج مفروض ان أثناء الفريز دراينج ما بفقدش غير جزء صغير جدا، مسموح بواحد من عشرة حاجة زي كده مش متذكر، ولكن جزء صغير. لازم الأجهزة اللي بتعمل دراي فريزنج لازم تبقى معايرة ولازم تختبر كل فترة، لأن في بعض الشركات اللي ما بتختبرهاش وجدوا أن بيحصل فيها مشاكل، والسبب الرئيسي هو عملية التجفيف. الخسائر التخزين السيء، ده سواء رفع درجة الحرارة سواء خفض درجة الحرارة أكثر من اللازم. التخزين السيء لما يبقى عندك لقاح ميت وتيجي تحطه في الفريزر ويفصل منك خلاص انتهى، ده لقاح سيء. طب نيجي في حاجة كمان، لما تخفض درجة الحرارة جامد تموت، لقاح الكوكسيديا. وبالتالي احنا دائما وابدا بنقول للشركة اللي جاية تحصل لقاح الكوكسيديا، لو سمحت حط فاصل كرتون مخرم ما بين التلج اللي انت حطه فوق في الايس بوكس وما بين اللقاح. لو الطبقة دي ما تحطتش بيبقى التلج لازق في اللقاح وممكن يأثر عليه الى حد ما. طبعا درجة الحرارة كانت طلعت تقليعة عندنا في الدقهلية، اللقاح الميت ايه يعني؟ حطه على الرف. لا، ده انشن بروتينات بتتأثر بدرجة الحرارة، يعني ايه اسيبه على الرف؟ ده كلام فاضي. مش معنى ان هو inactive virus او inactive bacteria انك تحط على الرف. احنا لازم نتبع التعليمات الشركة. النقل السيء طبعا مفروض ان هو لما بيتنقل اللقاح في مشكلة أقفض الخطار. النقل السيء مفروض لما بتتنقل زي كل شركات اللقاح لها عربيات مخصوصة، ثلاجات بتنقل الكلام ده. اللي مفروض بيتحط في الليكويد نيتروجين بيتحط في الليكويد نيتروجين، اللي مش مفروض بيتحط في الثلاجات. ما ينفعش ان انا انقل لقاحات في عز الصيف في الايس بوكس ويبقى هي كتير وضغط على الباب فتحسنا، او انقلها بطريقة او باخرى مفروض ان احنا نعتمد على الشركات. بالنسبة للتخزين السيء نسيت اقول لكم حاجة، انا بقول للمربي لما تيجي تشتري لقاح اشتري من مكتب كبير. ليه؟ المكتب الكبير اولا بيبقى عنده عدد ثلاجات كتير، موزع اللقاحات في الثلاجات دي، عنده جنريتور بيفصل ساعة ما الكهرباء تفصل هو يشتغل. المكاتب الصغيرة اللي في الأرياف عندنا ممكن الكهرباء بتقطع فترات طويلة يبقى بتأثر. ومع ذلك هناك عيب في المكاتب الكبيرة، المكاتب الكبيرة عليها سحب كتير، التلاجة عمالة تتفتح وتتقفل، قفلت وفتحت التلاجة مش ببلاش على درجة الحرارة، فلازم نخلي بقى. التعرض لأشعة الشمس طبعا ما حدش عارف بيعملها، لكن لو انت شاري اللقاح وحاطط جنبيه التلج في كيس شفاف مش كيس اسود، طبعا اللقاح بيبوظ من اشعه الشمس. عندنا فيروس زي الاي ال تي لو حطيته في اشعه الشمس بيموت في السبع دقائق، سبع دقائق مش عشان الحراره، عشان الاشعه فوق البنفسجيه اللي فيها. فبالتالي اشعه الشمس لازم نخلي بالنا منها. التعرض للمطهرات اثناء التحصين وخاصه الكلور، حضرتك عايز تحصن في المية، ممنوع انك تحط اي مطهر في المية 48 ساعة قبل وبعد التحصين. ما تجيش تشطف لي المسائي او تطهر الخزانات قبل اللقاح مباشرة. الحاجة التانية الكلور اللي موجود في المية ده، انا بحبز ان المية تتسحب 48 ساعة قبل التحصين، بتتحط في برميل مفتوح مش مقفول عشان يطير الكلور. عايز تطيره أكتر بتسحب المية دي قبلها بيوم من السخان عشان تبقى سخنة وتساعد في طلوع الكلور. مفيش في استابلايزر الشركات منزلاه يستخدم ويستخدم حسب التعليمات، ما تخترعش حاجة. مفيش اللبن المنزوع الدسم زي الفل، بنحله في المية ربع ساعة قبل ما نحط اللقاح، بس لازم يبقى منزوع الدسم لأن الدسم بيحيط بالفيروس أو البكتيريا ما يخليهاش تشتغل.
استخدام لقاحات منتهية الصحية، محدش يجي يقول لك اللقاح ده لسه معدي أسبوع وأسبوعين، لا، أنت مفروض تبقى واعي جدا وتبص على تاريخ اللقاح. محدش يا جماعة يستخدم لقاحات منتهية. إذا كانت الشركة المصنعة بتقول لك اللقاح بتاعي باص في اليوم الفلاني، أنا ما اخترعش بقول لك شهرين وثلاثة، ماشي؟ استخدام علاجات تتلف التحصين. حضرتك بإيدك الكلام اللي بتقوله، بتتلف التحصين. بتتلفه إزاي؟ ناخد أمثلة. المايكوبلازما، لما بنحصن مايكوبلازما حية وتيجي حضرتك تحط أي مضاد حيوي بيأثر على المايكوبلازما، مجموعة الفلوروكينيرونز الإنرو والنورو والسيرو، الدوكسي والأوكسي والكلورو تتراسايكلين، التايلوزين، التيميولين، التيلمايكوزين، لو حضرتك استخدمت أي حاجة من الحاجات دي حضرتك أتلفت التحصين. وعشان كده بيقول لك بعد التحصين بتاع المايكوبلازما الحي المسموح به هو الأموكسيسيلين والأمبسيلين، لأن دول بيشتغلوا على السيل وول، جدار الخلية، والمايكوبلازما ملهاش جدار خلية. طبعا بتبقى صعبة جدا انك تعمل كده، تخسر في الاسبوع الخامس السادس السابع وبعدين لغاية طول عمر الفراخ ما تقدرش تستخدم غير الاموكسيسيلين او الامبسيلين. طبعا ديت يعني مثال تاني كلكم عارفين، الكوكسيديا لما بنحصنها ممنوع انك تحط مضادات كوكسيديا، ممكن ما تبقاش حاطط، بس الخلاط اللي انت بتجيب منه العلف، وخاصة التحصينات بالنسبة للامهات بناخد ماشي، الخلاط اللي انت بتاخد منه بيبقى محضر قبل منك لتسمين، وبيتبقى بقايا من مضاد الكوكسيديا بتنزل في فرق على في الامهات، ممكن تتلف لك التحصين. او حضرتك بطريق الخطا حطيته، او حطيت علاجات في وقت مش مناسب، او استخدمت حاجات من اللي بتاثر على كرات الكوكسيديا اللي هي للتحصين اللي مكتشفه زمان، لان التحصينات دي العترات بتاعتها قديمه قوي، علشان ما تبقاش شافت الادويه دي زي الاوكس والدوكس والكلورو تتراسايكلين والكلورامفينيكول، يقول لك الحاجات دي ممنوعه، والحمد لله ان الكلورامفينيكول اتمنع لان هو من اكثر الحاجات المسبطه للجهاز المناعي في المضادات الحيويه. مستوى ملء القاروره، الازازه اللي بتدي لك تفرق قوي في اللاسوتا او الهيتشنر، هل هو حاطط سنتي ومجففه ولا حاطط 2 سنتي ومجففه؟ ناخد مثال حي سهل، الكوكسيديا حية ولما بتشوف العبوة بتبقى مليانة لغاية النص أو حد أقصى الثلاث أرباع، وأنا ما بحبش الثلاث أرباع، والجزء الفوقاني هواء، لأن لو اتمنع الهواء عن الكوكسيديا الأوسيست هتموت، ويحبس إن بيحصل شيكينج إفري ناو أند ذن، بتتهز اللقاحات كل شوية علشان يحصل ميكس من الهواء للبوتاسيوم دايكروميت اللي محفوظ فيه اللقاح. استخدام بعض المواد اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل انكتيفيشن قد تؤثر على تركيب الانتيجين بتاع الفيروس، زي ايه؟ زي الفورمالين، هي شركه واحده عالميه بتستخدمه وهي عندها النو هاو، وبتقدر انها تستخدمه بجرعات قليله جدا بحيث انها ما تاثرش على التركيب الانتيجيني. معظم الشركات حاليا بتستخدم البيتا بروبيولاكتون، ده ليه مميزاته وعيوبه، وده ليه مميزاته وعيوبه، انا لن اخوض في هذا، لو انتم عايزين يبقى الشركه مع الجمعيه تحضر لكم حد من اللي بيتكلم داخل تحضير التحصينات. الشريحه اللي بعدها اللي بعدها معلش. النقطة الثانية، زي ما أنتم فاكرين إن أنا قلت لكم مش هيبقاش التحصين فاشل ميت كله، بيبقى شغال بس ضعيف مش حلو، هو بيؤدي لفشل، لأن أنا ما بحصنش عشان آخد درجة مقاومة 50% ولا 60%، ولكن لازم ناخدها تدريجي، ما ينفعش إن أنا أقول كل ده اللقاح فاشل. لا، هي بتؤدي، قد تؤدي الى الفشل. اللي بعدها صح. معانا وقت ولا هو ما تنسوش اخر شريحه مهمه جدا والله. العامل اسباب ضعف فعاليه وكفاءه التحصين، عدم تطابق التركيب الانتيجيني للقاح مع العتره اللي موجوده. مثال واضح،
احنا عندنا الانفلونزا اتش 5 مبهدلانا، ونقول لك عندنا اتش 5 ان 1، لا اتش 5 ان 2، لا اتش 5 ان 8. في هومولوجاس وهيترولوجاس فاكسين، وبعد ما عملنا هومولوجاس وهيترولوجاس فاكسين الاتش 5 اتقسمت لكليد وسب كليد، وكل شويه بيطلع لي حاجه جديده. يبقى كل ما اللقاح بتاعك هيختلف بتركيبه الانتيجيني عن العتره اللي موجوده في الحقل، كل ما النتيجه بتبقى وحشه. ما اقولكش انك يعني هتفقد كل حاجه، ولكن النتيجه بتبقى مش حلوه. اعطاء الجرعه الكامله للطائر لازم تدي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده الجرعه كامله، لو سمحت الجرعه كامله. وما ينفعش ان انا بدي مثلا نص سنتي في الفراخ الرومي هدي نص سنتي، لا لا معادله ثانيه. معنى كده ان انا هاجي في الاوستريتش اللي هي النعام هدي سنتي انفلونزا ولا سنتي كسل ولا ينفع بصير. ماشي؟ الاوستريتش بالذات في اعمار متباينه بنبدا نعلى بالجرعه بنوصل لغايه 5 سنتي. التحورات اللي موجوده، احنا زي ما انا لسه بقول لكم احنا عندنا مشكله الكورونا في البني ادمين اظن انتم سامعين عليها، وكل شويه يطلع عتره جديده ويقول لك اللقاح هنحور فيه شويه علشان يصد. بيصد بس بنسبه، كلكم عارفين الكلام. طب ما هي الكورونا بتاعت الفراخ هي الاي بي انفكشس برونكايتس ومبهدلنا، وكل ما نجيب عتره يتحور ويبقى عتره ثانيه. ماشي؟ ولكن بذكركم ان احنا لما بناخد ماسيتشوست سترين او ماسيتشوست سترين كجرعه اللي هو العتره العاديه بتاعت الاي بي، وعتره متحوره الاثنين بستخدمهم في دوره واحده بتديني بروت سبيكترال اكتيفيتي اجينست ديفرنت سبيشيز او ديفرنت سترينز من الاي بي، يعني بوسع الطيف بتاع البروتكشن. وده يعني حاليا في بشري بدأوا يقولوه رغم ان احنا في قطري عارفينه من سنين. الامراض المصاحبه مش شرط ان يبقوا مرض مصاب للجسم، اي مرض، اي مرض في الدنيا واي حاجه بتطلع الطائر عن حالته الطبيعيه بيبقى اميونو سبريست وما بيستجبش. والدليل على كده لما ابنك بيبقى تعبان ولا سخن انت بتروح تحصنه، الدكتور بيقول لك استنى لما يخف بغض النظر عن ايه اللي عنده، عنده اسهال بتروح تحصنه يقول لك لا انتظر. الحاله الصحيه القطعيه زي ما انا قلت لكم، الطيور البالغه والطيور البالغه والطيور الكبيره في السن والصغيره. طبعا احنا وقت البلوغ سواء في الانسان سواء في الطائر ده بيبقى الفول اميون سيستم، الجهاز المناعي شغال بكامل قوته وكفاءته، بيبدا يشتغل كويس، بيشتغل في البيضه بدءا من احنا بنحصل احيانا الملك في 18 يوم، ولكن ما بيشتغلش بكامل قوته، بيبدا يتحسن قوي بعد اليوم ال 14 في الفراخ. وعشان كده بنقول لكم لو حصلت اصابه جمبورو قبل اليوم ال 14 البرسه ما بتبقاش ويل ديفلوب، ولوفياتها تبقى قليله جدا، بس بيبقى عندك بيرمننت اميونو سبريشن. فالامراض المصاحبه دي مهمه جدا. وعمر الطائر بقى، عمر الطائر، الطيور اللي احنا قلشينها والكلام من ده، على فكره القلش هنيجي في لما نتكلم عليه، القلش بيقلل المناعات جامد جدا وبيظبط الجهاز المناعي وهنشوف الكلام ده. تسلم يا باشا. الاي ال تي مثلا بنقول لك ان هو غير مسموح باي حال من الاحوال في العمر الصغير خالص تحت ظروف قهريه، ممكن نبدا بعد ال 14 نحصل، ولا يحبذ هذا لان بيبقى في نسبه وفيات رد فعل جامد، الاميونتي ما بتبقاش كويسه. التفاعل مع المناعه الاميه، انا بديكم مثال هنا يا جماعه. المثال ده عايزكم بس تفهموه ان مش كل معمل قاس مناعه يقدر يدي قرار. المثال الاولاني انتوا عندكم متوسط المناعه 7.4، المناعه بتنخفض 4.5 لوغاريتم، يعني 4.5 لوج، بتنخفض كل اربع اسف بتنخفض كل اربع ايام ونص، اسف كل اربع ايام ونص 1 لوج
كل 4 أيام ونص وان لوج. عشان نوصل للاربعه اللي مسموح بيها بالتحصيل في المناعه الاميه يبقى احنا عايزين 3.4. لما نضرب 3.4 في 4.5 بتديني حوالي 14 يوم على العين والراس. بس انا عندي فرق من سن يوم المناعه بتاعته الاميه 4، ده معرض للاصابه وما عندوش اي وقايه. السته هتستمر لغايه 14 يوم؟ لا. وبالتالي لما ببدر ببقى عارف ان انا ببدر عشان احمي الفراخ القليله وايه ونزل مناعه الفراخ العاليه عشان البوستر بتاعي الجرعه الثانيه تشتغل على الكل. المثال الثاني 8 وده الحقيقه احنا المناعه بتاعت الكتكوت غالبا ما بتساوي مناعه الام او اقل منها حاجه خفيفه لو قلت وان لونج ماشي. فبالتالي ده تقريبا اللي احنا بنشوفه السبعات والثمانيات والتسعات، يبقى متوسط 8.1. لو انا مشيت على القاعده بتاعت بينخفض 1 لوغاريتم كل 4.5 أيام، يبقى ممنوع ان انا احصن قبل اليوم ال 18. مين اللي هيقبل بهذا؟ يعني اول تحصينه للنيوكاسل سواء هنشنر سواء لاسوتا سواء ان اكتف سواء ركومنت على عمر 18 يوم طبعا في ظروف مصر والاوبئه اللي موجوده فيها؟ لا. طب انا بحصن في السابع، لو حصنت في السابع ببقى عارف ان المناعه هنا هتقل معايا لان معظم الناس بتحصن في السابع وبلحقها بالبوستر ترفع معايا. لكن ما ينفعش ان انا اعتمد على وان فاكسين في العمر الصغير وانا عندي مناعه عاليه. رقم 9 في الحاجات اللي بتضعف المناعه اعطاء اللقاح في اماكن غير مخصصه له. على سبيل المثال الكوليرا بتتحقن تحت الجلد وفي الرقبه وفي السبعه وسن قصير ولازم تبقى سخنه، ما ينفعش انها يعني تبقى دافيه تمسكها في ايدك تلاقيها مش ساقعه، وتتحقن تحت الجلد مباشره. لو جت في العضل بتعمل التهاب شديد جدا وبتعمل حاجه اسمها اس شيب في الرقبه، تلاقي الرقبه معوجه ونسبة وفيات بتحصل. الاي ال تي بيحبس تقطير في العين في فتره من الفترات قلنا هنحطه في الميه. ليه يا جماعه يقول لك عشان رد الفعل اضعف؟ لا، ده رد الفعل اشد. وفي ابحاث عالميه منشوره في الايفيان ديزيز والاف اي ار باثولوجي بتاكد هذا الكلام. يبقى يجب ان انا بستحسن اماكن اعطاء اللقاحات. الاي بي افضل طريقه للاي بي اللي هو الالتهاب الشعبي، اما بقطره في العين اما في المناخير او رش. الميه نتائجها سيئه. الجبار يمشي كويس في الميه لو الفراخ كلها شربت كويس جدا. فلازم الكوكسيديا بنديها عن طريق الفم، ده احسن طريقه. السبراي في سن يوم احنا بنعمله علشان الطيور ساعه ما بتترش بتقف تنقر على بعض وبتاخد جزء من اللقاح من التنقير ده، زائد جزء بيحصل له انهاليشن بيخش على طريق النيزل كافيتي للاورال كافيتي. التوقيت الخاطئ للتحصين، المفروض ان انا بحسب ايامي الفراخ تبقى كويسه، ان انا ما حصنش في وقت سيء. الظروف المناخيه اللي هي رقم 13 دي ليه يعتمد عليكم بقى. لما اجي احصن وانا عندي درجه الحراره بالليل بتوصل 7 و8 في العنابر بتاعت الامهات والتسمين احيانا لو الهيتر مش شغال في اليومين اللي فاتوا، ازاي حصل؟ هل انا هاخد رد فعل التحصين كويس؟ لا. الحراره الشديده اللي في الصيف عندنا والبروده الشديده بتاثر على الجهاز المناعي، بتعمل عمليه تثبيط للجهاز المناعي. طب يبقى الكلايمتيك كونديشن مهمه، لازم في الصيف احصن بدري. في الشتاء ممكن احصن بدري برضك، بس لما النور يطلع وابقى حاجز العلف عشان الفرخ ساعه ما بياكل علف يروح يشرب. برامج التحصينات. يا جماعه مش اي حد يحط برامج التحصينات. برامج التحصينات بمفهوم رحمه الله عليه الدكتور ابراهيم ابو العزب كان يقول لك اتفقنا على شيء واحد في التحصينات، شيء واحد العلماء كله اتفقوا عليه، عارفين ايه هو؟ الا نتفق. الا نتفق، كل واحد عايز يحط برنامج، ولكن لما بتيجي مع حد سبيشاليست
في الدواجن زي الناس اللي عندها في الجمعيه كلهم وبره الجمعيه، بيحط قواعد عامه، ببقى عارف ايه اللي انا بحطه وده يظبط ايه وده يبوظ ايه. ما ينفعش ان انا اعجنها، ما ينفعش ان انا كل 3 ايام احصل لصوت يا جماعه ويقول لك بديك نتيجه حلوه. نتيجه حلوه ايه وزفت ايه؟ لا، وانا اسف في اللفظ، بس ما ينفعش اللفظ اوحش من ده اقدر اقول وانا في على الهواء. مثبطات الجهاز المناعي رقم 15، ودي هنبدا فيها باذن الله. نبدا نتكلم الاول مع الشركات. بعض التحصينات بتثبط الجهاز المناعي زي الجمبورو، كلنا عارفين. هتقول لي يا دكتور كامل لا ما بتثبطش الجهاز المناعي، ما هي هتتكاثر فين؟ هتتكاثر في البي سيل داخل البيرسون. طب ما هي لو ما اتكسرتش وما بوظتش البي سيل ديت مش هتديني مناعه، ولكن التكاثر الى حد قليل ما يضرش بالطاقة، وفي درجه معينه من عمليه التثبيط المناعي مسموح بيها، وكل ما كان بيبقى عندك اجسام مناعيه كويسه في الطائر بتوقف عمليه التثبيط المناعي. ازاي؟ كلكم عارفين ان لما بتبقى المناعه بنيجي نقيسها ونيجي نقول هتحصن امتى، الانترميديت اسف الانترميديت ستريم بنحصن لما يبقى التتر عندي 1 على 250 بالسيرم نيوتراليزيشن. لما بنحصل بالانترميديت بلس بنقول لك 1 على 500. يبقى انت لو جبت الانترميديت وحطيته في تتر عالي اعلى من 1 على 500 سيرم نيوتراليزيشن مش هيشتغل خالص. يبقى هنا التحصينات وعمليه التثبيت المناعي. اللي تشيكن انيميا الى حد ما بتحصن، كلكم عارفين لما بنحصن الجدري تقول لي بعدها ممكن تشتغل الكوكسيديا، ممكن بتيجي الغرغرينا، الكوليستريتيا، ماشي. يبقى التحصينات ممكن بتثبط الجهاز المناعي. الامراض الفيروسيه، الامراض هنقسمها الفيروسيه، بكتيريه، طفيليه، فطريه، سموم فطريه، نقص غذائي، بعض العقاقير او الادويه، عشان الدكتور طه يتخانق معايا. عايزين الصحه. الله يخليك. الشريحه اللي بعدها. دي الامراض الفيروسيه اللي بتثبط الجهاز المناعي. اعتقد الدكتور حسين علي حسين شرحها كويس جدا، انا بشكره. انا لخصتها في جدول، علمت بالاحمر على التشيكن انيميا فيروس، لان ده اللي احنا هنتكلم عليه في الشريحه الاخرانيه في من جامعه المنصوره. مش جامعه المنصوره بس، احنا اشتركنا في بروجكت مع جامعه بنسلفانيا في امريكا ومع معهد البحوث في جبصة. الدكتور احمد مطر من هناك، الدكتور جلوتين والفريق بتاعه من امريكا، جامعه بنسلفانيا، من جامعه المنصوره كنت انا. وهتلاقوا البحث هو على وشك ان هو ينزل في خلال الاسبوع اللي جاي او 10 ايام حتى اقصى، لان اخذنا اكسبتنس وقبل الاكسبتنس ما كنتش اقدر اتكلم عليه. هينزل في التروبيكال انيمال ساينس، ودي مجله كويسه جدا. بقيه الفيروسات عندكم بعضها بيأثر على الجهاز المناعي من ناحيه المناعه المصليه اللي هي الاجسام المناعيه، بعضها بيأثر على المناعه الخلويه. وعلى فكره هم المناعه كلها هي كومبينه واحده، لو انت بوظت حاجه هتأثر بالتالي على حاجه ثانيه. ازاي؟ لما الفيروس لما بيخش او البكتيريا لما بتخش ويبقى في اجسام مناعيه بتمسكها، بيحصل مور فاجوسايتوزس او ماينوسايتوزس، وبيحصل مور انشن بريزنتيشن، وبتنشط التي سيل وبتنشط البي سيل. يبقى بالتالي لو انت جيت تدور بامانه، المناعه كلها مرتبطه ببعض. مش هخوض في الفيروسات. الشريحه اللي بعدها. طبعا الادينو عندنا عامل مشاكل، اللي بامانه متواجد بكثره حاليا على الجهاز البي سي ار اللي تشيكن انيميا. الادينو جات لها فتره من الفترات، وبعدين لما حصنوا الامهات، واعتقد ما اقدرش اكد الجدود اتحصنت، بدات الادينو يقل كتير جدا. عندنا الايفيان انفلونزا بتثبط الجهاز المناعي والنيوكاسل زي ما الدكتور حسين علي حسين قال لكم، وبالتالي مش هخوض فيها. اللي بعدها. بعض انواع البكتيريا بتثبط الجهاز المناعي زي عندنا السالمونيلا، المايكوبلازما، الاستاف،
المايكوبلازما بتقلل المناعه، يا جماعه بتاثر على بتعمل بيرسال اتروفي، بتساعد في البيرسال اتروفي، وبالتالي الانتي بودي بتتاثر. السالمونيلا بتاثر على الريتيكولم سيريال سيستم وعلى الليمفوسايت، وبالتالي بتاثر على الفاجوسايتوزس، وبالتالي بتاثر على جهاز المناعه. الفطريات، فطر الاسبرجيلس، بس فطر الاسبرجيلس هل هو بذاته اللي بيأثر على الجهاز المناعي ولا السموم اللي بيفرزها؟ هنشوف دلوقتي. البارازايت، البارازايت عندنا الكريبتوسبوريديا موجودة ومنتشرة، بس تشخيصها صعب، وبتبوظ الجهاز التنفسي، وبتنزل في البرسا وفابريشس، وبتبهدل الدنيا، وعلى فكرة هي لها بعض الزينوتيك امبورتنس. الليكوسايتوزوم، وده هنتكلم عليه برضه في البحث بتاع جامعه اسكندريه، واللي سبقنا بامانه الله في نشر حاجه على الليكوسيتوزول، لان احنا اخذنا وقت طويل جدا في النشر، طويل جدا فوق ما تتخيلوا. الاسباب خارجه عن ارادتي. اللي سبقنا الدكتور احمد البستاوي والجروب اللي معاه على قد ذاكرتي، الدكتور حاتم صلاح الدين ودكتور محمود صديق يتهيألي، وعشان ما نش فاكر هم يتكلموا عن نفسهم عشان ما انساش حتى وحد يسمع. البلازموديوم برضك بتعمل اللي بعدها. انا شايف ان انا هبدا اطول يا دكتور. لا خالص يا دكتور، لا خالص، يعني شايف ان الموضوع يستحق يا دكتور نفيده اكبر قدر ممكن من الوقت، لانه بالفعل في ضايف لك. خلاص الفيسيولوجيكال والفيزيكال ستريس، يا جماعه الطائر ده حيوان حساس جدا جدا جدا. انتوا عارفين حساسيته لغايه فين؟ الناس اللي بتقف معايا وانا باخد بسحب دم من الوجه فين؟ انا بطبطب على الفرخ وبهديه خالص لغايه لما بيهدى، ما بخليش حد لا يمسك معايا لا رجل ولا جناح. بعكس الجناح بايدي واحط دراعي ده او الكف ده على رقبه الفرخه، وبالراحه بطبطب عليها جدا لغايه لما تهدى، وجربوها وخش بالراحه في البلاد فيسل واسحب، هتلاقي الفرخ معاك مطيع جدا. الفسيولوجيكال ستريس والفيزيكال ستريس بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا كورتيكوسترويد هرمون وابنفرين ونور ابنفرين. الكلام اللي كانت جدتي بتقوله وجدتك، انك ما تتعصبش وما تزعلش عشان ما يجيلكش ضغط وسكر وتموت من الامراض، ده كلام صح، لان الابنفرين والنور ابنفرين بيأثروا على الهارت وبيزودوا البلاد بريشر. الكورتيكوسترويد هرمون لما بيطلع بيعمل ايه؟ بيعمل لايسز للاوريدي ايفن بيرفورمنت ليمفوسايت. لما هو بيكسر الليمفوسايت اللي اساسا جاهزه، هتتوقع ايه؟ الفيزيكال ستريس ده طبعا، والفيسيولوجيكال ستريس عندنا الهيت والكولد. طبعا الحمد لله الجو صيفي وخريفي وكل حاجه في اليوم الواحد. نخلي بالنا يا جماعه، درجه الحراره مهمه، في انخفاض في انتاج البيض، في تشوهات، وفي البرد له دور، البرد له دور. معظم اصحاب الامهات ما بيشغلش هيتر في الشتاء، او بلاش معظمهم، بعضهم، وده بيأثر على الانتاج وبيأثر على المناعه. انت عارف حضرتك لما بتغير العامل في المزرعه ده ستريس على الفرخه، لما بتغير ميعاد العلف ده ستريس، لما تمشي تخبط فيها او تزقها برجلك ده ستريس. يا جماعه الاستريس مهم جدا. النيوتريشن النيوتريشنال، وده الكالوري بروتين، الريشيو ما بين الكالوري بروتين والصوديوم والبوتاسيوم، بيأثر على التي سيل والسيل ميديتد، وبيعمل سايمك اتروفي وليمفوسايت ديبليشن. عشان كده لما بيجي حد يقول لي يا دكتور كامل اكتب لي عليها، اقول له انا اسف، في استاذ تغذيه يا دكتور احسبها، ده انت ما انتش عارف الذره فيه بروتين قد ايه وطاقه قد ايه، اقول له لا ما اعرفش. ليه؟ لان ده تخصصه، لازم توزن كل حاجه. لو حصل عندك خلل في فيتامين اي، الفيتامين اي بالذات لو قل بيظبط الجهاز المناعي، سواء بي سيل سواء تي سيل، يعني هيومرال وسيل ميديتد، ده لو قل. طب لو زاد 1.5 ضعف الان ار سي ريكويرمنت، بيظبط الجهاز المناعي أسوأ مما قل. تاني الفيتامين اي اللي كلنا عمالين نسقي فيتامين اي، نقول لك انا هسيب فرخه من غير فيتامين اي، لا ده ليه ليفل. لو زاد عن المسموح به 1.5 ضعف
احتياجات الطائر اللي هي الان ار سي ريكويرمنت ويظبط الجهاز المناعي. الذنب اللي احنا ما بنهتمش بيه حاليا، في شركات كتير منزله زنك، اعتقد عندكم زنك ايه يا دكتور طه؟ نعم زنك عضو. زنك عضو. الزنك اظن هتقول الدكتور كامل بيتكلم عشان يعمل دعايه، لا والله احنا مش في الكورونا يا جماعه بناخد، يقول لك خد فيتامين سي وزنك وفيتامين دي، وحتى الشركات كلها منزله سي زنك، واخد بالك؟ فالزنك مهم، بيقلل السيل ميديتد اميونيتي يا جماعه، وعشان كده بقول لك ما حدش من بتوع الامراض يلعب في التغذيه لو سمحت، اللي يلعب هو المتخصص استاذ في التغذيه، وفاهم يعني ايه تغذيه، وفاهم يعني ايه لما يزود هنا هتنقص حاجه عنده يعالجها. بعض انواع الدراجز هتلاقوا في لسته موجوده عندكم اهيت، يمكن انا اتضيرت لسبب ان السبايراميسين هو بحث واحد اللي بيقول ان هو بيقلل المناعه، وبحث مصر نقطه ماشي. بعض المضادات الحيويه بتاثر على الجهاز المناعي، عندكم الفليموكوين، الجنتامايسين، التايلوزين، الكلورامفينيكول، الاوكسيتتراسايكلين، اتسترا اتسترا اتسترا. الامبرول بس مش عشان الامبرول، عشان الايسوبريت اللي فيه. يبقى عندنا مجموعه من المضادات الحيويه بتاثر، يعني ما استخدمهاش، لا انا مجبر اني استخدمها، واشوف هل كلهم بيعملوا نفس التاثير بالنسبه للجهاز المناعي في التصويت. لا، الكلورامفينيكول اسوأهم، هو وكان بعد منه الفيورالكدون اللي هو النفتين للناس العجاز او اللي عارفينه، هو ما عادش مسموح بيه. السموم الفطريه كثيره جدا يا جماعه، احنا بنحلل افلاطوكسين واوكراتوكسين وبس، لا ده في سموم حوالي 300 سم بيهمنا في الدواجن، وحوالي 3000 سم وكسر في الطبيعه، بعضهم مفيد زي البنسلين مضاد حيوي، ولكن غالبيتهم بيدمر. انتوا عارفين طبعا الافلاتوكسين ده هباته كارسينوجينيك، يعني بيعمل سرطان في الكبد على الامد البعيد، بيبوظ الجهاز المناعي، بيبوظ التي سيلز، وبامانه بيبوظ البي سيلز، وبيعمل اضمحلال في البرسه وفي السايمس وفي الريتيكولوسيليوزس والماكروفاج. وانا في امريكا اشتغلت كتير جدا على تاثيره على الماكروفاج، درجه التهاب البكتيريا او الفيروس بتقل، اللايزوزايم انزايم اللي موجوده فيها بتبوظ بتقل، الانتجن برزنتيشن بيقل، الاف سي بورشن اللي موجود عليها تاثر. يبقى الماكروفاج لما كل ده يتاثر هناخد مناعه ازاي؟ الفيروس لو البكتيريا لما تخش هيحصل لها برزنتيشن ازاي؟ على بقيه الخلايا، على العين والراس، في اثر سيلز بتعمل الكلام ده، لكن هي دي المين. مش بس ده، ده بيأثر على الليمفوسايت، بيقللها وبيزود الهيتروفيل، اكن عندك بكتيريا انفكشن لما تتعمل بلاد بيتشر تلاقي الهيتروفيل، او في البشره بنسميها نيتروفيل، بتزيد. عندنا الاستريماتوسيستين، وده واحد من البريكيرسر من قبل الافلاتوكسين، من او بيطلع عن طريق الاسبراجيلاس فليفس وبارازيتكاس برضه، بيأثر على البي سيل. الفيومونزين يا جماعه الذره ملوث بالفيومونزين بدرجه كبيره جدا. احنا في بعض الابحاث حاولنا نشوف نقيس الفيومونزين، ما حدش بيقيسه في مصر، رغم ان هو ده الحاجه المؤثره قوي من الذره. هل الطائر حساس ليه؟ لا بأمان. الطائر ريزيستنت لغايه 35 جزء في المليون، يعني ما نقيسوش، لا نقيسه، لان زمان في بدايه الالفينات كنت بقيسه، وصلنا لتركيزات 135 بارت بير مليون. 135 بارت بير مليون، وصلنا لها 135 جزء في المليون. طب هل دي مفروض تبقى موجوده في الطبيعه؟ لا مش موجوده في الطبيعه. وصلنا لها ازاي؟ لان الذره اللي طالع من بره بتصدر، معروف ان هو في فيومونزين، ومصر ما بتحللش، وركب المركب وحصل اللي حصل، وجه يتخزن هنا وحصل اللي حصل، والفطر موجود، يبقى هيزيد ولا ما يزيدش؟ يبقى بيزيد. وعشان كده احنا عندنا فيومونزين بتركيزات عاليه. لو دخلنا في بقيه ال 300 سن مش هننتهي،
نخش على الشريحة اللي بعدها. ده البحث اللي هو خلاص accepted، وقبل ما يبقى accepted ما كنتش هقدر أقوله. ده على في tropical animal and health and production within 10 days هيبقى على الموجود على النت. ده المولوكيولار اند باثولوجيكال كاركترايزيشن اوف ناتشرال انفكشن اوف بولتري فارم ويز ريسنتلي ايمرجنت ليكوسايتوزون كيولار اند تشيكن انيميا فيروس ان ايجيبت. ده كان عباره عن بروجكت ما بين جامعه المنصوره وجامعه بنسلفانيا في امريكا، واشترك معانا ناس من المعمل، معهد البحوث، المعمل المركزي اسف، الدكتور احمد مطر في جمصه. فخر لنا ان احنا بجامعه المنصوره. هقول لكم على عده نقاط، مش هفوت جامد. الليكوسايتوزون يا جماعه، الشرح اللي بعده، الليكوسايتوزون لو انتم شايفين على الشمال فوق خالص في انزفه على الصدر، والانزفه دي بتبقى موجوده على عضلات الصدر وعلى الفخذين. الانزفه دي بتتشابه مع الانيميا، بتتشابه مع الجمبورو، بتبقى موجود المرض ده عندنا في الصيف وفترة زراعة الرز وضم الرز وبتزيد، وكل ما العنبر يكون مفتوح يبقى مشكلته قايمة. إنهاء هذه المشكلة إما بإنك تقفل العنبر، ويعني وقت المغربية ما حبتش إنك تقيد العنبر، تقيد لمبة على العمود بره تلم الناموس والحشرات بعيد، وبعدين بعد ساعة من المغرب ابقى إيد لو عنبرك مفتوح ما انتش قادر تقفله. على اليمين الصيمس موجودة هي وفيها هيمورج ونيكروزز حاصل. تحت الشريحة اللي على ايدك الشمال تحت الكتلة الدم دي يا جماعة عبارة عن كيس من الكلية انفجر، الكلية انفجر وطلع نزيف داخل الكلية. طبعا الفرق ده بيموت. طبعا اللي على اليمين دي حالات شديدة جدا في الليكوسايتوزون، والدكتور محمد فوزي قسم الباثولوجي من جامعة المنصورة عمل شرايح في منتهى الجمال هتدرس على مستوى العالمي. وجدنا ان الليكوسايتوزون موجود في الرجل، دي مش انفلونزا. طب انفلونزا ولا مش انفلونزا؟ والانزفة دي انفلونزا ولا مش انفلونزا؟ عشان كده في جامعة المنصورة احنا اختبرنا عدة فيروسات، عملنا نيوكاسل، عملنا الاي بي، عملنا الجمبورو، عملنا التشيكن انيميا، عملنا الاتش 5 في الافيان انفلونزا، الاتش 9 الادينو فيروس. ونفس العينات دي لما جينا نبعت امريكا، عشان ما حدش يقول لك انا ببعت امريكا بالسهل، لا، احنا اخذنا برميشن من جامعه بنسلفانيا ان في بروجكت، اخذت برميشن من كليتي اللي هي كليه طب جامعه المنصوره. لازم تبعت سي دي ان اي، والسي دي ان اي لازم يتبعت عن طريق الفيدرال اكسبريس، والفيدرال اكسبريس بيدي لك رقم وبتتابعها. انا تابعتها بالساعه، لما دخلت نيويورك اتسحب منها عينات عشان يشوفوها فيروس او بكتيريا حيه ولا لا، ثم لما وصلت بنسلفانيا اتسحبت مره ثانيه عشان يتاكدوا منها، ثم حصل ريليز للسي دي ان اي اللي مبعوت وجامعه بنسلفانيا، وكان الدكتور محمد الثالث في الفتره دي موجود هناك اشتغل. يكفينا شرف جامعة المنصورة أن هناك تطابق في نتائج البي سي آر ما بيننا وما بين جامعة بنسلفانيا، مفيش خلاف. وبالتالي دي أدفانتج جامدة جدا لجامعة المنصورة، إن مفيش خلاف ما بين نتائجنا ونتائج أمريكا. بالعكس لما بيجي ناخد أيزو، أيزو له درجات، أيزو التقيل بيدي لك عينات ويختبرك هتطلع زيه ولا هتخلف، ولو خلفت الحاجة التانية ثبوت عدوى مزدوج من انيميا الدجاج والليكوز. دي احنا اللي هو الكو انفكشن، ده احنا اول ناس على مستوى العالم نتكلم على الكو انفكشن اوف تشيكن انيميا مع الليكوسايتوزون. وبالتالي دي سجلت باسمنا، باسم جامعه المنصوره مع بنسلفانيا مع المعمل المركزي في جمصه، بيمثله الدكتور احمد مطر. جامعه المنصوره بيمثلها كامل ابو العزب، الدكتور محمد التل، الدكتورة صحر عبد الرحمن، الدكتور محمد فوزي. أمريكا بيمثلها الدكتور جلوتن والفريق اللي محطوط معانا على البحث، أنا مش حافظ أسمائهم بصراحة. الليكوسايتوزون زي ما بقول لكم سبقنا في البحث والنشر، الدكتور أحمد البستاوي مشكورا والفريق اللي معاه. نيجي نقطة خطر كمان اللي هي ثالث نقطة،
كان في ثلاث عينات طالعين تشيكن انيميا امهات، بعضهم كان 7 و8 اسابيع وواحده كانت في 16، وكانوا مبعوثين علشان نشوف في جامعه المنصوره فيها تشيكن انيميا ولا لا. فيها تشيكن انيميا. انا سالت الدكتور المشرف هل انت شاكك في حاجه ثانيه؟ قال لي لا. احنا بعتنا الثلاث عينات دولت امريكا مع ال 28 او مش فاكر العدد بصراحه دلوقتي، 28 عينه اعتقد من ضمن ال 28 عينه وجد فيها ليكوسيتوزول، رغم ان هو مش عامل حاجه باثولوجيكال تشينجز، البي سي ار جاب هناك. طيب هل الليكوسيتوزول في الامهات مش هيعمل مشاكل؟ لا بيعمل. ده بيعمل ايه؟ بيعمل تشوهات في المبيض، وتلاقي المبيض البويضات فيه متجبنه مكلكعه و و و اللي هي المشكله اللي احنا شايفينها دلوقتي في الامهات. طبعا لها اسباب اخرى، الاي بي والانفلونزا وخلافه، ولكن لا يمكن اهمال الليكوسيتوزول. الليكوسيتوزول علاجه اغلاق المزارع ما تبقاش مفتوحه عشان الحشرات اللي بتخش. وعلى فكره احنا مكملين شغل، احنا هنشكل فريق بعد، ما كنتش اقدر ابدا غير بعد ما تخلص. الدكتور محمد التلت معار حاليا بره مصر، الدكتور محمد فوزي في امريكا، فبالتالي هنشكل فريق مني الدكتور ابراهيم قسم الطفيليات والدكتور سحر عبد الرحمن، هنكمل شغل على الموضوع وعلى حاجات جديده جدا كمان. الامهات يجب ان احنا نخلي بالنا. نسبة الوفيات هتشوفوها بتتراوح من 3.2 ل 9. احنا اخذنا العينات يا جماعة في اول 5 ايام من ظهور العدوى او 6 ايام، ما كملناش. هتقول لي يعني الليكوسيتوزون في بعض المزارع ما عليهش عن 9%؟ لا والله، مع التشيكن انيميا وصل قرب ال 50% في بعض المزارع وكانت مهزله. وعلى فكره التشيكن انيميا الواحد لما ترجع لكتاب الديزيز اوف بولتري في الايكونوميك امبورتانس هيقول لك انها بتعمل وفيات لو، ولكن احيانا بيبقى 20 ل 30%، واوكيجنالي 60% لما بيبقى معها حاجه ثانيه. احنا وصلنا في بعض المزارع لغايه 50%، بس ما نقدرش نحط الرقم ده في البحث. ليه؟ لان انا ما خدتش عينات تبعتها كل 4-5 ايام بعد ما اخذنا العينه الاولانيه، وبالتالي احنا اتفقنا بنسب الوفيات اللي حصلت لغايه اليوم السادس في القطعان دي. ايه الجديد تاني على المستوى العالمي؟ احنا قلنا ان احنا عزلناه من الامهات ما كانش باين فيها، ان احنا لقينا كو انفكشن. الحاجه اللي اهم مني ومنك الدكتور محمد التلت مشكورا مع الفريق بتاع امريكا، اختبار الليكوسيتوزون بالبي سي ار بيحصل عن طريق النستنج بي سي ار. النستنج بيبقى خطوتين وبياخد معانا شغل من 4 ل 5 ساعات، ده يعني لما تبقى واقف ومستني العينه وجاهز، لكن عاده بيقرب من 7 ساعات. ده اللي هم اشتغلوا بيه. طب الدكتور محمد التلت مشكورا قدر يعمل برايمر ويعمل ديفلوبمنت للريال تايم بي سي ار، ونخلي بالنا ان الريال تايم بي سي ار بتتكتب ار ار يعني دبل ار تي بي سي ار. النستنج بي سي ار او الكونفنشنال بي سي ار هي ار واحده، ار تي بي سي ار. الدكتور محمد التلت وعلى جامعه بنسلفانيا، الدكتور محمد التلت بيمثل جامعه المنصوره، قدر ان هو يعمل برايمر ويعمل ديفلوبمنت للريال تايم بي سي ار، سجل على المستوى العالمي باسمنا، واي حد بعد كده هيجي يشتغل على ريال تايم بي سي ار في الليكوسيتوزون هياخد ابو العزم يتقال كريفرنس لنا. وده فخر لجامعه المنصوره مع جامعه بنسلفانيا مع الدكتور احمد مطر. الريال تايم بي سي ار، اتمنى ان الدكتور محمد التلت يكون معانا. شغل ان احنا اشتغل بي سي ار ماشي، لكن لما باجي للسيكونسنج وجغره العيله والكلام ده الدكتور محمد التلت هو المسؤول عنه. لو معانا يا ريت يبقى يقول لنا هو عمل ايه اكتر من كده، لان في حاجات جديده. ثبتنا ان العترات اللي كوزس دي بتنتمي للعتره الاسيويه. وبالتالي انا بشكركم لغايه كده وبقول لكم الف شكر. انا اسف الموضوع طويل،
وممكن يتقال فيه كلام أكتر من كده ومهم جدا، ولكن أنا بكتفي بكده لأن فعلا أعتقد إن أنا طولت شوية عليكم، وأنا بعتذر. إحنا أخذنا ساعة وتدري، فأنا بعتذر. اتفضل يا دكتور. سعادة الرئيس، إحنا بنكرر شكرنا الجزيل لسيادتك على المحاضرة الوافية الشافية اللي فعلا اشتملت على معلومات مهمة جدا للجميع في الجزء المهم قوي دوت اللي هو خاص ب يعني مهم جدا لكل مربي للدواجن، لانه بيمثل بشكل مباشر او يعني له بيمس او في مساس بينه وبين اقتصاديات المزرعه بشكل كبير. يعني لما استخدم القطاح بيكلفني قد كده، ثم احط الطيور في ضغوط كبيره، ثم في الاخر ما يجيبش نتيجه او يحصل فشل او حتى يعني ما حصلش على النسب المطلوبه، اكيد الموضوع صعب جدا. بنكرر شكرنا الجزيل لاستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور كامل ابو العاصي، استاذ امراض الدواجن بكليه الطب البيطري جامعه المنصوره، على يعني اولا تكبده لنشاط السفر ووجوده معانا النهارده في مقر الجمعيه البيطريه المصريه للدواجن. يعني فكرر شكرنا الجزيل لسيادته، ويعني بستسمحكم دقائق قليله ثم العوده مع استاذنا الفاضل الدكتور كامل ابو العاصي لاسئله حضراتكم واستفساراتكم. اتمنى يعني انتظرونا يعني لحظات قليله ثم العوده